وبعد انتخاب السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، التزم كل الالتزام بالتطبيق الفعلي لما جاء بها الحراك، أي التزم أن كل مطالب الحراك إن شاء الله سوف تلبى. فعن قريب إن شاء الله سوف يتم مراجعة الدستور. لاحظنا أن الأمن والأمان والاستقرار رجع إلى البلاد، غير أن أغتنم هذه الفرصة لأقول أن مؤخرا ما زال بعض العناصر يعملون على أو يريدون أو يعملون ويريدون أن يحطمون ما وصل إليه الحراك، حيث يخرجون بيوم الثلاثاء ويخرجون يوم الجمعة، واليوم يتكلمون على أيام أخرى. لماذا هذا كل؟ دخلنا في جمهورية جديدة، مطالب الحراك التزم به السيد رئيس الجمهورية باش ينفذوا. إذن هاد الناس لهم نوايا، والنوايا واضحة، هي تهديم البلاد، هي الرجوع إلى ربما السنوات الماضية، إدخال البلاد، ربما يريدون أن يدخلون بكل الطرق البلاد في مشاكل. إذن من هنا أنادي كل المواطنين على اليقظة واليقظة، ويلتفوا